فط موه مصطفى صبحي يرجع ويلم مره ثانيه، مصطفى صبحي يعلق ويلعب عرضيه الشيخ، جول 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 جوه جول احمد الشيخ، احمد الشيخ والهدف الاول للنادي الاهلي. مصطفى صبحي يلعبها وارتقاء من الشيخ، يسرق الكل واحد رواد الفضاء في كرة القدم الأهلوية. رأس أحمد الشيخ تضع الهدف الأول للأهلوية. أحمد الشيخ كابتن النادي الأهلي وقائد النادي الأهلي بيدور ورايح لمين؟ رايح للكابتن عمرو أنور وللكابتن ياسر رجب. رايح فين أحمد الشيخ؟ الله ده رايح لأمح ولد يا ميسو في الأول القائم الأيمن، شالها اتحرك مرت عدت فاتت، وميسو عمارة صاحب البيت وصاحب العمارة يكسر ويقتحم ويخترق كل أبواب العمارة ويضع هدف تاني للنادي الأهلي. النادي الأهلي يعزف منفردا 2-0، هدف تاني للنادي الأهلي. وميسو رايح لمقاعد بدلاء النادي الأهلي يحتفل مع يوسف الجبالي والأمير حسام. القمة تزداد احمرارا باللون الأحمر، هدفين للنادي الأهلي. ميسو عمارة اللي سرق الدنيا كلها، وادي فرحة جماهير النادي الأهلي، وادي حالة الهدف التاني وحالة الحسرة على لاعبي نادي الزمالك، وادي تعظيم سلام، تعظيم سلام من غير كلام للنادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة حتى الآن في 26 دقيقة